Salam, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo sur la chaîne. La vidéo تاع اليوم جيت نبارطاجي معكم طريقتي في تحضير الدونات. شنسحقوا في لا ريسيت تاعنا نسحقوا زوج كيسان فارينا نص كاس حليب مغرف كبيرة سكر مغرف كبيرة زبدة ذايبة زوج بيضات مغرف خمارة تاع عجين لا لوفور دو بولانجور فاني ورشة تاع ملح. نبداو لا غوسيت تاعنا وانا هذا هو الكاس اللي نعبر به. نديرو لا فارين ندير السكر نديرو رشه تاع الخميره تاع العجين نديرو لا مارغارين نديرو مغرف صغيرة تاع فاني نديرو البيض والليمة ونبداو نزيدو في الحليب بالعقل باسكو كاين فارينة اللي تشرب بالخف وكاين فارينة اللي ما تشربش. هي لا بات تاعنا نعجنوها شويه جوست باه تتلايم وترجع ليس. هذه هي لا بات تاعنا نعجنوها نقعدو نعجنوها حتى تولي ليس. دو ان بلا ورشوه بالفرينه ونجيبو غولو وراني راحه نستعمل هذا لومبورت بياس. هذا راه يتباع بارتو وانا شريتو جو كخوا 25000 ولا 20000. نجيبو لا بات تاعنا تاعنا هذه لاباط اللي زايدت لي درتها دي بول نديرو نغطوهم ونخليهم يخمرو نص ساعه دو بريفيرونس نديرهم في بلاصه دافيه باه يخمرو لنا بالخف. هذا هما لي دونات تاعنا بعد ما فاتت عليهم 30 دقيقه وخمروا شويه دوك نروحو نقلوهم في مقله فيها الزيت سخون وكونو الزيت سخناه من قبل. نسيو نشوفو الزيت تاعنا لي سخونه دونات تاعنا بعد ما قليناهم دروك نروحو نزينوهم. انا عندي شوكولا اولي ولا فيرميسيل. هذاك لومبورت بياس تاع الدونات اللي عندي جايه معاه هذه باكي نرفدوهم كيما هكا ونغطسوهم ديريكتومون في الشوكولا هكا ما توسخي ما والو سي براتيك. ندو اون اوتر نستعملت هذه شوكولا مونا ولا مينا ولا واش كيسموها عيانه ماهيش موالف نستعمل ماكسون ولا امباسادور ولا مي هذه مونا اللي جايه بلو جو كرو ولا مش عارفه دايره لا كولور تاعها ايفيتي ما عيانه. نزيد واحده اخرى ندو لا فيرميسيل تاعنا. هادو هما لي دونات تاعنا بعد ما زيناهم. نحلكم وحده مازال ما نشفتش بيها الشوكولا شوفوا كيفاه يجو من الداخل سورتو ما يجوش معجنين من الداخل. وهكا نكونو وصلنا لافان تاع لا فيديو ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. اذا عجبتكم كوم توجور ما تنساوش تخلو لي جيم و ام تي كومونتير. لي مازال ما دارتش ابوني نقولك ديري ابوني اذا عجبتك ما شان بيان سور. مابقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحتكم تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.